السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اليوم الذي يصادف يوم الشباب العالمي 12 من أغسطس من كل عام أن أعزيكم مرة وأهنيكم مرة، وأعزيكم في الشهداء الكرام الذين ناضلوا وضحوا بحياتهم من أجل الوطن الذي تقاسمنا الحلم به وبالمستقبل الواعد فيه معهم، فكانوا هم منارات وشموع أضاء الليل البهيم حتى بلغنا الفجر، وعهدنا أن نواصل المشي حتى تسطح شمس الحرية والسلام والعدالة بكامل البهاء وتتغلب بيسر وسهولة على أصابع الحجب المتورمة من مسك السياط والبنادق والمدعبة من كثرة العبث بمقدرات الوطن في العهد البعيد. كما أهنئكم على الإصرار والعزيمة لتحقيق النصر والمضي في طريق الخلاص رغم الأهوال ورغم التحديات والعوائق، وأول هذه التحديات هي كيفية بلوغ العدالة للشهداء والجرحى ولكل من تعرض لإعاقة دائمة أو مؤقتة، أو من تأذى من لفحة صوت أو ضربة عصا أو بالألفاظ المهينة والقول المسيء، ولكل من تألم في جسده أو روحه خلال رحلة النضال المجيد ضد الطغيان والاستبداد ولا يزال في الطريق متسع وللكفاح براح. في 17 من ديسمبر من العام 1999 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 من أغسطس من كل عام بوصفه يوما دوليا للشباب، ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشابات والشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب والشابات في كل أنحاء العالم. ولما كان الشباب في بلادنا هم حداة رقبة الثورة والتغيير ولما لهم من دور واضح وجلي في الحفاظ على مكتسبات الثورة، فإنهم دائما يواجهون التربص ومحاولات التدجيم، وهو أمر لا يجب أن نسمح بحدوثه، وأسلحتنا لمواجهة ذلك هي التعليم والحفاظ على الصحة والتدريب واليقظة والبحث عن الحقيقة وإدراك مواضع الزيف والحرص على حرية الرأي واحترام الآخرين وحرية الضمير والتنظيم وغير ذلك من مبادئ وأسس تعمل كحماية لنا من التشتت وتزيد الالتحام والوحدة وتعلي روح الوطنية وتضع الوطن في المقدمة شاخصا وترفعه في الآفاق بين الأمم. لقد كان أحد أهدافنا منذ تولي أمر الوزارة مقابلة الشباب في مناطقهم والاستماع للمشكلات التي تقف أمام تحقيق مشروعاتهم والنقاش والتفاكر حول كيفية مساهمة الوزارة في حلها، ورغم أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج وقت طويل للوصول فيها إلى قرارات أو توصيات مشفوعة بالعمل المتواصل، إلا أن المقابلات المباشرة في ذاتها كان لها أثراً عميقاً في تنبيهنا لكثير من الفراغات التي تحتاج إلى ملء، كما كان لها الدور في التلمس الحقيقي للمطالب المشروعة للفئات التي أنجزت الثورة، وحق لها أن تجني ثمار ما أنجزته في الحاضر والمستقبل. ولا يفوتني أن أشكر هؤلاء الشباب والشابات الذين التقينا بهم في أكثر من 11 ولاية في عموم السودان لما أتحفون به من ترحاب أولاً واهتمام ثانياً وحفاوة دائماً، ولما قدموه من شرح ينم عن فهم عميق لقضاياهم وتوضيح الكثير من الحقائق التي كانت غائبة بسبب غياب الدور الحكومي عن قضاياهم لوقت طويل. ففي الماضي كانت قضايا الشباب تستخدم كبضاعة للتكسب السياسي ولإسكات أصوات يهابونها ويعرفون قوتها إن خرجت من الحناجر بمطالب متحدة ومتناغمة، لكننا وفي هذا العهد نريد أن تكون قضايا الشباب هي السياسات ذاتها التي نبني عليها أي مشروع، ونصر على أن تكون أصواتهم هي أصواتنا ومطالبهم هي عين ما يعيننا على المواصلة والاستمرار. رفيقاتي ورفقائي،
أود في هذه السانحة أن أقف عند بعض محطات الإنجاز الذي صنعناها معا. أنتم كحاكمين لنا بما ترونه من مشاريع وخطط، وكمتحكمين ومشاركين في القرارات، ونحن كحكومة واجبها تنفيذ ما تقررونه والتنسيق بينكم وأجهزة الدولة التي جعلتموها تنبط بالديمقراطية بعد أن كتمت على أنفاسها وخنقتها الدكتاتورية لعقود، وإن كان هذا غير متحقق بالكامل، فدعوتي من هنا أن تضعوا معنا المنهج الذي يجعل من تحقيقه ممكنا، فمرمى الهدف يكون أكثر وضوحا عندما نضع الخطط والمناهج لبلوغه، والحلم لا يكون حقيقة إلا باتباع الصح والانتباه بالعمل الجاد والجماعي. وليكم هنا بعد ما أنجزناه معا. بدأنا إصلاح مؤسسات الدولة والتأسيس لبناء المؤسسات على أساس القوانين وبمنهجية سليمة، فهذا ما سينقل بلادنا إلى آفاق رحبة في التطور والنماء على أسس علمية مستدامة. شرعنا في محاربة الفساد داخل الوزارة، وذلك عبر إزالة التمكين وضبط المنصرفات وتفعيل اللوائح والنظم المحاسبية والرقابية والضوابط الإدارية والمالية. أعددنا قانون الشباب والرياضي الجديد الذي يعطي الشباب حق التنظيم وتسجيل المبادرات والجمعيات وكل أشكال التنظيم الشبابية. ابتدرنا أسابيع السلام والتي انطلقت من 4 معسكرات للنازحين، وذلك بمدن الدمازين والروسيرس وسنار وسنجا وأبو حجار. وخلال أسابيع السلام هذه تم عمل نشاطات شبابية ورياضية، وتم توزيع معدات رياضية وصاحبه تدريب للجان مقاومة الثورة. نحن نؤمن بدور محوري للشباب في بناء وترسيخ السلام، فالشباب الذي صنع الثورة قادر على ابتكار الوسائل التي تمكن من أجل تحقيق أهدافها كامل. نعمل على إعداد السياسة العامة للشباب، وفي هذا الجانب كوننا فريقا وطنيا من كل الوزارات، وسينطلق عمل السياسة العامة ليتم تبنيها من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكي تكون ملزمة كما يتم التحضير الآن بشكل مكثف للمؤتمر القومي للشباب. تم التوقيع على برنامج المراقبة المستقلة المرتكزة على الشباب مع مركز كارتر، وهذا البرنامج يستهدف 22,000 شاب وشابة خلال الفترة الانتقالية، وهدفه أن تتم مراقبة الفترة الانتقالية ممن صنعوا الثورة وجعلوا المستحيل ممكنا. هناك أيضا البرامج الخاصة بالديمقراطية وتأهيل الشباب وتدريبهم في مجال التحول الديمقراطي، وسيتم إعلان هذا المشروع بشكل كامل في القريب إن شاء الله. ونعمل كذلك على تصميم برامج لتأهيل الشباب في ريادة الأعمال والحرف اليدوية ورفع القدرات التي تساعد على التوظيف، كما نجتهد للمساهمة مع ولاة الولايات في الدفع ببرامج لتأهيل مراكز الشباب في الولايات كي تساهم في تدريب الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل والإنتاج بشتى الضروب المتاحة وفقا للبيئة والموارد الكامنة في كل ولاية، وكذلك الدفع نحو تبادل الخبرات بين الولايات المختلفة. احتفالنا باليوم العالمي للشباب الماضي نجحنا في تسيير قافلة رحلة الحب والسلام مع الشركاء في صندوق الأمم المتحدة للسكان التي طافت 10 ولايات، كما رأينا احتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع الشركاء المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني الذي صاحبه العديد من الورش والفعاليات. كذلك ساهمنا في رعاية العديد من الأنشطة والمشاركات الداخلية والخارجية الخاصة بالشباب. زيارة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب بفبراير هذا العام، ونحن ننظر لهذه الزيارة ليست كشأن بروتوكولي عابر، بل ننظر لها ضمن عودة بلادنا إلى المجتمع الدولي، وهي عودة مستحقة كان للشباب
الدور الأكبر فيها من خلال إنجاز ثورة ديسمبر المجيدة التي أجبرت العالم على الالتفات للسودان كبلاد واعدة تجتاز العقبات باقتدار وتحتاز على الاهتمام عنوة. الآن يمكننا القول أن الشباب قد أصبحت لديهم دارا، وذلك بعد أن حزنا على مقر للوزارة بدلا عن المقر الذي كان مؤجرا بكلفة عالية في الماضي، وهي كلفة إن زادت أو قلت لكنها كانت خصما على الموارد المتاحة للبرامج والنشاطات التي يمكن التخطيط لها وتنفيذها. ومن هنا يمكننا القول أن أبواب الوزارة وكذلك أبواب قصر الشباب والأطفال وكل مؤسساتنا مفتوحة لكافة المستفيدين من أعمال الوزارة، كما أنها مفتوحة ومتوفرة لابتكار وتصميم البرامج والنشاطات التي ترغب المجموعات الشبابية في القيام بها على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية. نقوم الآن بالإعداد لبرلمان الشباب، وهي فكرة تتأسس على إيجاد منصة لتوصيل صوت الشباب ورؤاهم حول القضايا على تنوعها بصورة منهجية ومدروسة. ومن جانبنا فإن لدى الوزارة رؤية مبدئية حول هذا المشروع، ولكن من الضروري تطويرها بواسطة الشباب أنفسهم وبمشاركتهم، كي لا يكونوا مجرد متلقين بل يصبحوا صانعين ومالكين. ومن أجل الوصول لذلك ستقوم الوزارة بإطلاق ورش للتشاور وطرح الرؤى من الشباب من أنحاء السودان المختلفة كي يساهموا في تطوير هذه الرؤية حتى يصبح هذا المشروع خالصا لهم وبهم. كما قمنا بإقامة ورش حول تأسيس وتكوين الجمعيات التعاونية ودورها في إحداث التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة. وكانت ضربة البداية من ولايتي النيل الأزرق وسنار، وذلك بمشاركة 300 شابا وشابة من مختلف محليات الولاية يمثلون الخريجين لجان المقاومة والمنظمات الطوعية، ونعمل من أجل تطبيق ذات المشروع في الولايات الأخرى. إخوتي وأخواتي، لابد هنا من التأكيد على أن ما قدمناه يتقاصر أمام طموحات وآمال عراض لفئة تعتبر الأكثر من حيث التعداد السكاني في بلادنا الحبيبة، والأقوى من حيث التأثير السياسي، والأقدر من حيث المساهمة في التنمية والاقتصاد، ونريدها أن تكون الأبلغ من حيث تقديم النموذج للنجاح. فهذا الجيل من الشباب قد كسب الجولة الأولى في التغيير باقتدار، وما نتطلع إليه ويجب أن نعمل من أجله هو كسب كل الجولات القادمة. فنموذج النجاح في مثل ظروفنا لا ينجز بالضربة القاضية بل بالضربات المتتالية لماضي الفشل الكالح، وبالوقوف في كل مرصد للإحباطات، وبالمواجهة الصارمة للتغييب، والتمسك بسطوة الوعي، وبلجم محاولات الزحزحة باتخاذ التماسك والتكاتف والثقة فيما بيننا، وسائلا ناجعة تحقق الثبات على المبادئ والمضي نحو المستقبل المأمول. كل عام وأنتم بخير، ولا ألبشي.